الأنبوب الدائري نصف القطر الهيدروليكي هو عبارة عن الأيري إلى المحيط المبلل. RH هيدروليك راديوس دائما وحداتها بالمتر. A هي بار بكروس سكشنال أريا دائما المساحة وحداتها بالمتر المربع. WB ويتد باراميتر المحيط المبلل. ويتد باراميتر المحيط المبلل دائما وحداته بالمتر. فلو اجيت اخذت انبوب دائري نصف القطر الهيدروليكي دائما مساحة الدائرة شنو تساوي لنا؟ باي على 4 في دي تربيع، ومحيط الدائرة هو باي في على دي باي دي. فإذا اجيت اخذت هاي الدي ويا الدي راحت والباي ويا الباي راحت، شنو يبقى لي؟ نصف القطر الهيدروليكي بالنسبة للأنابيب الدائرية راح تساوي لنا دي اوفر 4. من عندها نصف القطر الهيدروليكي هو 4 من الهيدروليك راديوس. هاي هو القانون اللي راح استعمله بالنسبة للأنابيب الغير دائرية. هذا هو اللي راح استعمل الأنابيب الغير دائرية. So to find the head loss using Darcy Weisbach equation، حتى نطلع مقدار الهيد لوس إذا كانت أنابيب غير دائرية باستعمال معادلة دارسي وايزباغ ورينولد نمبر النون سيركلر باي. أنا شنو عندي؟ الهيد لوس حسب قانون دارسي راح يساوينا F في L over D في V square over 2G. هسه من أنا احنا رايدين مقدار الهيد لوس F، احنا الأهم مطلوبة L طول الأنبوب ما يتأثر. دي هنا ما عندي أنبوب دائري، عن كل دي أعوض عنها بأربعة من الهيدروليك راديوس. عن كل دي إذا أنبوب غير دائري راح تكون أربعة من الهيدروليك راديوس. الفيلوسيتي هاي نفسها كيو إلى الأري إلى 2G. بالنسبة إنه إذا أنبوب غير دائري يا هيدروليك راديوس، مثلا إذا عندي مستطيل راح نقول مساحة المستطيل اللي هي شنو هي؟ بي في اتش، بي في اتش. ومحيط المستطيل ايش راح يساوي لنا؟ اللي هو محيط مبلل راح يكون الويت باراميتر بي زائد 2 اتش. فهاي الهيدروليك راديوس هي عباره عن الاريا الى المحيط المبلل بالنسبه للمستطيل. وايش قد تطلع لي؟ لازم اجي اضربها باربعه. بالنسبه لرقم رينولد، احنا شنو قلنا رقم رينولد؟ رقم رينولد يساوي رو في 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 دي الى ميو، او ممكن نقول في في دي الى نيو. هسه بعد انا ما عندي انبوب دائري، عن كل دي شنو نعوض؟ اربعه من الهيدروليك راديوس، سواء طبقنا هاي المعادله او هاي المعادله. فايش راح يصير عندي؟ فور نون سيركولار بايب الهيد لوس اف في ال الى اربعه من الهيدروليك راديوس في في سكوير اوفر 2 جي. ورقم رينولد راح يكون رو في في، عن كل دي شنو اعوض؟ أربعة من الهيدروليك راديوس الى اللزوجة الكنماتية. بنفس الطريقة اي اوفر دي شنو تكون؟ اي من اجي اطبق مخططات مودي، عن كل دي شنو اعوض؟ أربعة من الهيدروليك راديوس، وعندي رقم رينولد، وتجون تستعملون المخططات كما هي. هاي هي الطريقة اذا عندي نون سيركولار بايبس. كل دي أعوض عنها بأربعة من الهيدروليك راديوس، والهيدروليك راديوس هو عبارة عن الأريا إلى المحيط المبلل. فأنا بالنسبة لي إذا أجي أرد أطلع هاي الإف شنو أحتاج؟ أحتاج رقم رينولد. رقم رينولد عن كل دي أعوض عنها أربعة من الهيدروليك راديوس. بالنسبة للمخططات مودي شنو أحتاج؟ الخشونة النسبية E over D. الدي ما عندي هنا انبوب غير دائري، شنو نعوض عنه؟ باربعه من الهيدروليك راديوس. هاي هي الطريقه شلون اجي استعمل مخططات مودي واطلع مقدار الاحتكاك، سواء كان عندي معادله دارسي او معادله هيزن وليم. هم معادله هيزن وليم بنفس الطريقه، عن كل دي اعوض عنها باربعه من الهيدروليك راديوس. هسه نرجع لمعادله هيزن وليم. اذا كان انبوب غير دائري، هاي هي معادلة هيزن وليم، Q تساوي 0.2785 في معامل هيزن وليم. إذا أنبوب غير دائري، عن كل دي أعوض أربعة من الهيدروليك راديوس أس 2.63. هاي هي الطريقة.
أسمى راح تتأثر لأن الأس هي الهيد لوس إلى طول الأنبوب. مفهوم؟ مفهوم طلابنا؟ منو عنده سؤال؟ أكو سؤال؟ إذا ماكو سؤال حتى نكمل. هاي هي فيما يتعلق بالميجر لوسز، هاي كل الأشياء ذكرتها فيما يتعلق بالميجر لوسز، سواء استعملنا معادلة دارسي أو معادلة هيزن وليام والطريقة اللي نجي نحسب بها. هسه نجي أنا شنو قلنا؟ قلنا معادلة الطاقة اللي هي بي أوفر جاما زائد زت وان زائد في سكوير أوفر تو جي بالنسبة للنقطة رقم واحد. بالنسبة للنقطة رقم واحد تساوينا بي أوفر جاما زائد زت زائد في سكوير أوفر تو جي بالنسبة للنقطة رقم اثنين زائد الهيد لوس. الهيد لوس قسمناه إلى جزئين، قلنا قسم من عندها نصح لها خسائر رئيسية ميجر لوسز، وقسم من عندها نصح لها خسائر طفيفة ماينر لوسز. الخسائر الرئيسية عرفناها شلون نطلعها، اللي هي تكون أما معادلة دارسي وايزباغ أو معادلة هيزن وليام. هاي هي خسائر رئيسية وتكون كبيرة لأن تمشي على طول الأنبوب. النوع الثاني من الخسائر خسائر ثانوية الماينر لوسز امبايبس. هاي الخسائر من تجي دائما شبكة الأنابيب، أنا من أجي أرجي أربط أنبوب بأنبوب وأوصله للبيوت شنو أحتاج؟ أحتاج فالفات يعني قفالة، وأحتاج يعني صمامات أقصد، أحتاج يونيون اللي هذا يكون على شكل أربط أنبوب مثلا عمودي بأنبوب أفقي، أحتاج أربط بيناتهم هذا نيونين يكون دائري. بعد شنو عندي؟ عندي هاي الحنفيات، هاي كلها بيها خسائر، لكن هاي الخسائر خسائر طفيفة. ليش خسائر طفيفة؟ لأن قيمتها قليلة مقارنة ويا الميجر لوسز. ليش سميناها؟ هي إلها خسائر بس خسائرها كقيمة تكون قليلة بالنسبة للخسائر الرئيسية. فرح نجي هسه نجي نحسب الماينر لوسز امبايد فلو. Losses due to local disturbance of the flow in conduits such as changes in cross-section, elbows, valves, and similar items are called minor losses. شنو معنى losses at local disturbance؟ يعني شنو تكون خسائر بالموقع؟ مثلاً هسه هذا عندي هذا خزان، من هذا الخزان يطلع أنبوب من هنا لهنا. هاي عندي هذا هو سطح الماي وجاي يمشي الماي بهذا الشكل، بسبب هاي النقطة تغير من هاي النقطة لهاي النقطة يصير عندي خسائر بهاي النقطتين الركن بهاي النقطتين، فلهذا يصيحوا له local disturbance يعني في خسائر في نفس في موقعية بالموقع اللي يصير بيتغير. أو إذا عندي هذا أنبوب رئيسي ويجي يصغر إلى أنبوب أصغر من عنده، وين راح يصير الخسائر؟ راح يصير الخسائر في هاي المنطقة في سفنة local disturbance يعني توزيع من الموقع يصير عندي الخسائر. يعني أنا ما ريان يمشي بصورة عمودية، لا ما يصير غير مساحة مقطع الأنبوب. أول مرة كان قطرة دي 1 وتغير أصغر إلى دي 2. إذا شنو عندي البوز يعني ويربط بهذا الشكل انحناء بالأنبوب، أو بسبب فالفات يعني صمامات أجي أتحكم بهم الحنفية أريد أفتحها بصورة كلية بصورة جزئية، هاي هي الفالفز. فنجي راح نجي ناخذ شلون نجي أحسب مقدار الخسائر الطفيفة. قانون واحد بس هذا القانون استعمله مهما يكون نوع الخسائر الطفيفة اللي هو الهيد لوس يساوي كي في في سكوير أوفر 2 جي. هذا القانون بس نحفظه بالنسبة للخسائر الطفيفة سواء كان عندي ما البوز أو فالفز أو تغير مساحة مقطع الأنبوب، هذا القانون نحفظه الهيد لوس
كي في في سكوير اوفر 2 جي. الهيد لوس هو ماينر لوسز، دائما وحداتها بالمتر. كي لوس كوفيشنت ديبينس اون ذا تايب اوف باي فيتنج. باي فيتنج يعني ملحقات الانابيب، باي فيتنج ملحقة. فدائما كي معامل يعتمد على نوع ملحقات الانبوب. في هو افريج فيلوسيتي، دائما وحداتها متر على الثانيه. بس راح نجي ناخذ كل وحده شلون نجي نحسبها اذا كانت عندي. اول شيء لوس اوف هيد ات انترنس، اول مره اول خسائر وين تكون؟ مدخل الانبوب. اول نوع من الخسائر مدخل الانبوب. اما انصح لها انترنس او انصح لها ان ليت. قبل الامتحان انطيكم ان ليت، ان ليت هو نفسه الانترنس يعني بالمدخل مال الانبوب. فدائما اذا عندي هذا خزان وعندي من الخزان انبوب، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي خسائر وين؟ بهاي المنطقه. هذا عندي الانبوب جاي يجري بيه، فيصير عندي خسائر بالضبط بهاي النقطه وبهاي النقطه، كلش بمدخل الانبوب يكون هاي الخسائر. فدائما الهيد لوس هو عباره عن كي في في سكوير اوفر 2 جي. في هو معدل سرعة الجريان في داخل هذا الأنبوب. في معدل سرعة الجريان، لأن هذا الأنبوب إلى قطر دي معلوم، وكمية التصريف منها هم معلومة، فنقدر نطلع الفيلوسيتي من معادلة الاستمرارية اللي هي شنو تكون؟ كيو على باي على أربعة في دي تربيع. فصار معدل هاي السرعة أقدر أطبقها هنا. بقى كي، كي هو معامل يعتمد على نوع المدخل. loss coefficient depends on type of entrance. loss coefficient depends on type of entrance، يعتمد على نوع المدخل. عندي ثلاث أنواع من المداخل. أما أن يكون مدخل هاي هنا تكون دائرية يعني مو حادة، فهنا يصيحونها bell mouth round entrance. بيل ماوث راوند انترس، العفو، عندنا بيل ماوث قيمة كي تساوي بونت او فور، او اذا راوند انترس كلش شنو يكون؟ كي تساوي بونت او فايف. اما اذا كان عندي حاد سكوير ادج كي تساوي بونت فايف. اذا كان عندي نوع الانترس من هنا يبدي، يعني مو يبدي، فهنا راح تكون بالاضافه الى هنا اكو عندي احتكاك يمشي المسافه طويله، فراح يشوفون قيمه كي تزيد. قيمه كي هنا اكو احتكاك هنا، يعني بالاضافه الى هاي النقاط اكو هنا يمشي مسافه، فقيمه كي تزيد 0.8 متر. 0.8 عفوا، لان كي مجرد من الوحدات. بالنسبه لنا بالامتحان اذا انطيكم نوع الانترنس انطيكم اياها كي، إذا ما مطيتكم نوع الانترنس أنتوا تجون تاخذوها 0.5 تعتبروها سكوير أدج. يعني أنتوا بالنسبة لنوع الانترنس بس هاي القيمة تحفظوها. لكن إذا أنا قايلت لكم راوند أورفيس، ذا انترنس إز راوند أورفيس، راح تجون أنا أعطيكم هاي القيمة. فيما ما ذاكره نوع الانترنس تعتبرونه سكوير وتاخذونه هاي القيمة. أنا بعد هاي القيمة مال الانترنس ما أعطيكم إياها إذا بس إذا أنا أغيرها، فأنتم مباشرة نوع الانترس تعتبرونه حاد بالامتحان إذا ما مطيتكم قيمة كي. مفهوم؟ مفهوم طلابنا؟ نعم مفهوم دكتور. مفهوم؟ هسا نجي هذا إذا كان الانترس أو الانليت minor losses in interest أو inlet. هاي الطريقة إنه هي K في V square over 2G. K بحالة ما ذاكر نوع الانترنس رأسا مباشرة تأخذونه 0.5. V هو معدل سرعة الجريان في داخل الأنبوب. هاي أول نوع من الخسائر. النوع الثاني من الخسائر loss due to expansion، يعني الخسائر نتيجة توسع قطر الأنبوب. إذا عندي هذا أنبوب يجري بيه الماي ويتغير مقطعه من V1 إلى V2، يعني يتوسع expansion توسع. عندي نوعين من التوسع، أما sudden expansion أو gradually expansion. شنو عندي؟ أما أن يكون توسع مفاجئ أو توسع يكون بصورة تدريجية، يعني هسا أنا عندي هذا رأسا من هو كان D1 رأسا كبر إلى D2 بصورة مفاجئة.
فمقدار الهيد لوس هي كي في في سكوير اوفر 2 جي. بس شنو عندي هنا انا بالسادن اكسبانشن؟ عندي قانونين، اي قانون تطبقونه هو صحيح. اما تقولون الهيد لوس يساوي في 1 ناقصا في 2 الكل تربيع الى 2 جي، طلعون سرعه جريان مقطع رقم 1 وسرعه جريان مقطع رقم 2 لان الكيو ما تتغير، وتقولون الهيد لوس بسبب السادن اكسبانشن هي في 1 ناقصا في 2 الكل تربيع الى 2 جي. هنا ما عندي كي. او تقدرون تقولون الهيد لوس هو كي نفس القانون في 1 سكوير اوفر 2 جي، وين في 1 اللي هي مقطع الانبوب الرئيسي اللي تكون به المساحه صغيره. كي شلون اجي اطلعها؟ كي تساوي 1 ناقصا اي 1 الى اي 2 الكل تربيع. ممكن انتم مخيرين تحفظون هذا القانون او هذا القانون. هذا القانون طلعوا لي هنا ايش قد الفيلوسيتي هنا وايش قد الفيلوسيتي هنا، تاخذون في 1 ناقص في 2 الكل تربيع على 2 جي. او نفس القانون اللي قلنا دائما حفظه كي في في سكوير اوفر 2 جي، بس يا في في بالمقطع الصغير. كي هنا شلون اجي اطلعها؟ اطلع مساحه هذا المقطع واطلع مساحه المقطع الثاني، فكي راح تكون 1 ناقصا اي 1 الى اي 2 والكل تربيع. وير اي 1 and A2 cross sectional area as section 1 and section 2 respectively. هاي شنو اذا كان عندي توسع مفاجئ. اما اذا عندي توسع تدريجي، هذا هو قطر الانبوب ويبدي يتوسع بصوره تدريجيه الى ان يوصل بالنهايه الى المقطع اللي هو رقم 2. فهنا مقدار الهيد لوس ايش راح تكون؟ K V1 ناقصا V2 الكل تربيع الى 2 جي. D1 هذا قطر الأنبوب الرئيسي، V1 مساحة سرعة الجيران في مقطع رقم 1، V2 سرعة الجيران مقطع رقم 2. هسه شنو أحتاج؟ أحتاج أطلع قيمة كي. هنا أنا إذا عندي توسع تدريجي أحتاج أطلع قيمة كي. عندي مخططات، هاي ألفا دائما تكون معطاة بالسؤال، ممكن تكون ألفا 20 40 60 إلى 180. فشنو اجي؟ اجي اطلع دي 2 الى دي 1. عندي نوعين من المخططات، اول كير الدي 2 الى دي 1 1.5، وثاني كير دي 2 الى دي 1 تساوي 3. فاذا انا مطيتكم مثلا الالفا مطيتكم اياها 40 درجه، ايش راح تجون؟ تجون تاخذون دي 2 وتقسمونه على دي 1 وتطلعون مثلا اذا طلع لكم دي 2 الى دي 1 تساوي 1.5، تجون مباشره 40 درجه سقطوها على المنحني. طبعا انا لان بالماس ما تجي عدله منا تقروا لي قيمه كي. هذا المخطط راح انا اعطيكم اياه بالامتحان، هذا يكون ويا الاسئله منها تقروا لي قيمه كي وتطلعوا لي الهيد لوس ديو تو اكسبانشن. اما اذا اجيت مثلا طلع لي دي 2 الى دي 1 تساوي لنا مثلا 1.75، فانتم ايش راح تسوون؟ راح تجون تطلعوا لي دي 2 الى دي 1 قيمه ودي 2 الى 3 وسووا لي انتربوليشن. هاي هي الطريقه اذا ما عندي بس كيرفين 1 دي 2 الى دي 1 3 1 دي 2 الى دي 1 1.5. اذا عندي قيمه بيناتهم راح نسوي انتربوليشن ما بين قيمتين وناخذ قيمه كي. هاي هي الطريقه اذا عندي توسع تدريجي نستعمل هاي المخططات اطلع بها قيمه كي. قيمة كي شنو اضربها؟ في 1 ناقص في 2 الكل تربيع الى 2 جي. هسه هذا النوع الثاني من الخسائر الطفيفة. النوع الثالث من الخسائر الطفيفة لوس دو تو كونتراكشن، تقلص، عندي مساحة مقطع كبير وبعدين يبدا يصغر. هم عندي هنا نوعين من التقلص. اما ان يكون تقلص مفاجئ سدن كونتراكشن، سدن مفاجئ. سدن كونتراكشن اللي هو قطر انبوب كبير ويصغر بصوره مفاجئه. هاي صح لها سدن كونتراكشن. او تقلص تدريجي، عندي انبوب قطر بعدين يبدي يصغر بصوره تدريجيه يوصل الى دي 2. فعندي هنا اذا عندي تقلص مفاجئ كي الهيد لوس هو الخسائر الطفيفه كي في 2 سكوير اوفر 2 جي. يا في الفي دائما تنتبهون ناخذها بالمقطع اللي تكون السرعه اقل. ايش راح تكون؟ العفو يعني المقطع اللي المتقلص عن المساحه المقطع تكون صغيره.
فشنو تكون كي كي في بي 2 سكوير اوفر 2 جي. كي هاي شلون اطلعها؟ كي هاي تعتمد على جداول نسبة دي 2 الى دي 1. هاي الكي بالنسبة للسدن كونتراكشن تعتمد على جداول اللي هي دي 2 الى دي 1. فشنو عندي هذا الجدول؟ نسبة دي 2 الى دي 1 وهي قيمة كي. إذا دي 2 over دي 1 تساوي 0 يعني أنبوب ما بي لا تقلص ولا شيء عدل، K.5 اللي هو هذا نفسه اللي هو هنا عندي دي 2 ما عندي، هذا رأس الأنبوب K ايش قد ياخذها 0.5. فهنا نجي إذا دي 2 over دي 1 0.1 ايش قد قيمة K؟ 0.45. دي 2 إلى دي 1 0.2 0.4 إلى أن يوصل 1 قيمة K تساوي 0. هذا الجدول هم راح يكون وياكم بورقة الأسئلة. أيمتى إذا عندي تقلص مفاجئ. أما إذا عندي gradual contraction تقلص تدريجي، هاي عندي أنبوب قطرة دي 1 يبدي يتقلص إلى أن يوصل بالأخير إلى دي 2. مقدار الهيد لوس K في V2 سكوير أوفر 2G بنفس الطريقة هم هاي، لكن شنو هنا الجدول يختلف. For smooth curve transition إذا هذا كان قيمة التدريج smooth يأخذون قيمة K.05. أما إذا كان conical reduces يعني تغير اللي يستخدمه conic قيمة K تساوي اعتمادا على قيمة ألفا 20 إلى 40 درجة. هاي شلون أجي أطلعها؟ هاي هم عندي دي 2 إلى دي 1، فقيمة K بدي 2.3 0.4 هاي هي قيمة كي أجي أطلع من هذا الجدول. بالنسبة لنا بالامتحان أنا راح أعطيكم هذا الجدول وأعطيكم هذا الجدول، بس ما أقلكم هذا الجدول للتقلص المفاجئ ولا أقلكم هذا الجدول للتقلص التدريجي. أنتم المفروض تعرفون هذا الجدول اللي بقيمه هواي هو للتقلص المفاجئ، وهذا الجدول اللي راح أعطيكم إياه للتقلص التدريجي. أنا راح أنزل لكم هاي الجداول وأنتم على ضوءها تجون تطلعوا لي قيمة كي إذا كان عندي تقلص مفاجئ أو تقلص تدريجي. مفهوم؟ ها؟ رضا معد؟ رضا معد؟ إيه نعم دكتور مفهوم. منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال؟ زهراء حيدر اكو سؤال؟ زهراء؟ زهراء؟ دكتور اكو سؤال؟ ماكو سؤال حتى نكمل المحاضرة. هسه نجي losses at the bends and elbow. عندي losses بالبند، هذا البين شوفوا هذا عندي تغير انبوب عمودي وبعدين يجي انبوب افقي، وهنا انا عندي هذا هو البين. في مقدار الهيد لوس سواء كان البو راح يكون الهيد لوس هو كي في في سكوير اوفر 2 جي، هذا هو اصلا بالانبوب يجينا، يعني مو انا رابطه في الشيء ويا البين، هو اصلا الانبوب بي فمقدار الهيد لوس يساوي كي في في سكوير اوفر 2 جي. هسه كي شلون اجي اطلعها؟ كي بالنسبه اذا عندي بينز عندي هذا هو نصف القطر بالنسبه الى هذا السنتر لاين مال الانبوب الرئيسي، وهذا هو الدايمتر مال الانبوب. طبعا هذا الدايمتر هو نفسه هذا. فدائما حتى اجي اطلع مقدار كي عندي مخططات نسبه ار الى دي وهي قيمه كي حسب نوع الانبوب. اذا كان انبوب سموث هذا الكيرف، إذا أنبوب نسبة E over D الخشونة النسبية 0.01 هذا الكيرف، إذا E over D 0.002 هذا هو يكون مقدار الخشونة النسبية. فنجي نسقط مثلا R over D على السموث بايب ومن هنا أجي أقراها أقرأ إيش قد عندي قيمة K. أما إذا كان عندي E over D معلوم أهم إيش قد عندي R over D وأجي أقرأ إيش قد قيمة K. هذا هو النوع الأول من شلون إذا عندي أنبوب بي هنا نصف القطر معلوم. أما إذا كان حاد يعني هنا ما عندي هنا بالكيرفتشر بي، فراح تكون مقدار
وتكون الزاوية 90 درجة، زاوية 90 درجة، فشنون هنا أنا قيمة كيش قد تأخذوها؟ 1.1. هذا النوع يسحوه لمتر بنت، هذا النوع يسحوه لمتر بنت، قيمة كي 1.1. طبعا انتم هاي الارقام ما تحفظوها، انا اعطيكم اياها بس لازم تعرفون شلون تجون تستعملوها. بعض الاحيان حتى يجون يقللون من قيمه كي، شو يخلون؟ يخلون هنا فين ريش، حتى شنو؟ تقلل لي من الجريان، يعني حتى لا يصير نقطه انفصال كبيره بالجريان. هنا عندي نقطه انفصال كبيره، فش راح يجون يسوون؟ راح يجون يخلوا لي ريش تقلل لي من الاحتكاك مال الجريان، فقيمه كي راح تكون 0.2. ها هي الطريقة إذا عندي لوسز بالبيند، البيند يعني أنبوب بالانحناء يصير. أما الإلبو، الأنبو إذا عندي هذا أنبوب عمودي وعندي منه أنبوب أفقي، حتى أربط بيناتهم يجون يخلوا لي إلبو. هذا أنتوا تدرون بالبيت اليوم، تشوفون الحنفيات التأسيسات مالتكم بالبيت، هاي التأسيسات تشوفون هاي الربط، هذا الربط من أجي أربط ما بين أنبوب رئيسي وأنبوب أفقي، أحتاج هذا الإلبو اللي هو يربط لي ما بين جكشن عمودي جكشن أفقي. فدائما هذا الإلبو عندي نوع يصفه لستاندر إلبو، يعني هذا قياسي، فدائما قيمة كي تساوي 0.3. أو بعض الأحيان هاي المسافة تكون أكبر، يعني هذا الانحناء مالتنا منا ومن أنا يكون مسافة أكبر، فش يسحوا له؟ لونج سويب إلبو، قيمة كي تساوي 0.2. ها طلابنا أكو سؤال؟ مفهوم هذا الشيء جاي يحكي؟ نعم دكتور. مفهوم؟ رضا؟ من رضا أكو سؤال؟ رضا؟ زهراء محمد؟ لا دكتور واضح. واضح؟ هسه نجي نكمل بقية الخسائر. نجي losses at the valves. الفالز صمامات، صمامات أو بعض الأحيان شو نخلي نقول الصمام ننفس به الماطور، أو هاي الحنفيات، هاي الحنفية أنا مثلا إذا عندي هسه هاي الحنفية اللي هنا هذا المنسوب مالتها، أي وين يربطوها؟ يربطوها بالأنابيب، هاي عندي الحنفية هاي بنفس الطريقة. الهيد لوس هو كي في V سكوير أوفر 2G، ما عندي غير قانون، دائما الخسائر الطفيفة هذا القانون، فكي تكون V سكوير أوفر 2G. فعندي هذا جيت فالف صمام بوابي، فهنا أنا أجي إذا أجيت فتحته هذا الصمام مثل الحنفية ممكن تفتحوها على أخير درجة، أو ممكن تجون شنو هاي ممكن تكون الحنفية نازلة كلش لأسفل، من تحتاجون ما شو تسوون؟ تجون تفرون الكات تعطيكم مقدار من الجريان، هذا المقدار من أجي أفتحها راح يصير عندي خسائر وين؟ بالجريان مالت الماي، عندي خسائر راح يصير. فحسب الفتحة مالت الكاك، إذا عندي gate valve fully open أفتحها بصورة كلية بحيث أخلي الجريان يمشي كله بهاي الاتجاه، إذا fully open قيمة K.15. طبعا هنا أنا من أجي أفتحها راح يصير عندي دوامات، هاي الدوامات هي اللي تسبب لي الخسائر الطفيفة، هاي تنتبهوا لها. فإذا عندي الفالف الكاك فتحته بصورة كلية قيمة K.15، أما إذا أجيت فتحته على الربع قيمة كي 0.26، إذا فتحت عن نص قيمة كي 2.1، إذا فتحت ثلاثة أرباع قيمة كي تساوي 17. عندي نوع ثاني، هاي إذا كانت خزانات بوابية، عندي نوع من الخزانات إلى العفو كاكات إلى تسميات أخرى اللي هي global valve. إذا global valve fully open قيمة كي شوفوا زيد 10. إذا عندي valve على شكل أنجل زاوية وهم فتحته بصورة كلية قيمة كي تساوي 2. swing chain valve fully open 2. طبعا هاي الأرقام أنتم ما تحفظوها، أنا من أجي أعطيكم المخطط مالت الرسم وأخليكم هذا من أجي تشوفونه هيجي هذا معناه أقصد بها valve، أما أخليكم إياه داخل مربع أو أجي أخليكم إياه بس مثلا هذا أنبوب رئيسي أو خالي هنا valve، فهذا الفالف أنا أقلكم إيش قد قيمة كي بي
بعد ما أقول لكم هذا valve أنت تجون تعرفونه من الشكل مالتي. هاي قيمة كي أنا أعطيكم إياها. هاي في ما يتعلق إذا عندي صمامات أو انصح لها كاكات حتى تعرفون مثلاً هاي. هسه النوع الأخير من الماينر لوسز هو لوسز at the exit. اللوسز بنهاية الأنبوب أو انصح لها outlet. تنتبهون الخسائر بالنهاية أما انصح لها exit أو outlet لوسز. فإذا عندي هذا المجموعة الأنابيب وتنتهي هذا عندي أنبوب بعدين راح يجي يصب بخزان. هاي النقطة اللي هو يبدي يصب من الأنبوب الرئيسي عندي وينتهي بالأنبوب بالخزان عندي هنا راح يصير خسائر، خسائر بالأوتليت أو بالإكزيت بالمخرج مالت الأنبوب. مقدار الكي هم هنا الهيد لوس قانونها كي في في سكوير over 2G. كي مهما يكون نوع الأوتليت سواء دائري سواء أحاد أو أي شكل هندسي قيمة كي تأخذوها واحد. قيمة هاي الكي تأخذوها واحد. أنا بعد قيمة كي بالامتحان ما أعطيكم إياها، هاي تحفظوها. ودائما الهيد لوس هو V سكوير over 2G. هاي مين إجت؟ هاي مين إجت المعادلة الهيد لوس كي V سكوير over؟ إذا عندي هذا الأنبوب الرئيسي وراح يصب بخزان، من نجي نطبق برنولي ما بين نقطتين، نقطة أو معادلة الطاقة ما بين نقطة رقم A ونقطة رقم B، أو أخذ الداتا ويمر بمركز الأنبوب يعني يمر وين بنقطة A، فش راح يصير عندي معادلة الطاقة تعرفوها BA over gamma زائد ZA زائد VA square over 2G ساوين مقدار الضغط B إلى gamma مقدار الإليفيشن بي زائد في بي سكوير أوفر زائد الهيد لوس. نجي هنا أنا مقدار ارتفاع الماي فوق أي اللي هو بي أي أوفر جاما هو اتش من هنا اتش زائد هنا يمر الداتا من نقطة أي صفر سرعة الجيران بالأنبوب في سكوير أوفر 2 جي. نجي هنا أنا. هذا سطح حر مقدار الضغط بالسطح الحر صفر مقدار الإليفيشن من نقطة بي إلى نقطة أي شنو راح يصير عندي؟ راح تساوي النهج زائدة شحنة السرعة إذا خزان مفتوح نعتبرها صفر زائد الهيد لوس. شنو صفالي من الهيد لوس؟ هاي الاتش وهي الاتش تروح لأن واحدة يمين واحدة يسار واحدة بالطرف الأيمن واحدة بالطرف الأيسر. فش راح يصير عندي في سكوير أوفر 2G تساوي الهيد لوس. فالهيد لوس في سكوير أوفر 2G. فدائما يعتبرونه كي تساوي واحد مهما يكون نوع الأوتليت أو نوع الإكزيت. هسه لهنا اكو سؤال نرجس حامد اكو سؤال منو عنده سؤال اذا ما ما نرجس مفهوم احمد احمد حميد عبد اللطيف اكو سؤال هذا دكتوره واضح واضح. هسه نجي هاي فيما يتعلق بالخسائر الطفيفه كل الحالات اخذناها نجي هنا نكمل المحاضره. بعض الأحيان يعني بعض المصممين يجون يحسبون هذا الإكزيت بحد والفالف بحد والبين سايكلها يجون يعوضون عنها شنو يسحونه equivalent length يعني ما يجون يحسبون كل واحدة بحدها يجون يأخذون طول مكافئ والطول المكافئ هو اللي يعتبرون قيمة الخسائر الكلية الرئيسية. شوفوا the equivalent length نرمز له بLE minor losses may be expressed in term of the equivalent length. الماينر لوسز من مكان ما يجي يطلعها بالنسبة للإلت والأوتلت والإلبوز والفالفات والكونتراكشن اكسبانشن يعوضون عنها بEquivalent length. إن شاء الله أنتم وانتم تخرجون راح تحتاجون هاي الشغلات إذا تعينتوا بدوائر مالت الماي. دائما يرمزون LE of pipe that has the same head loss. مكان يجي هو يعتبر نفس القيمة مع الهيد لوس for the same discharge بنفس قيمة التصريف. فأنا من معادلة دارسي وايزبرغ F to F في L over D في V square over 2G هنا شنو أعوض عنها؟ أعوض بL equivalent diameter equivalent تساوي K في V square over 2G.
فهاي الكي مال يعوض عنها بكلها يعني من ال اي من يجي بسطها راح تكون كي في دي اي الى اف، يعني بعد ما يجي يطلع كي لكل وحده ال اي هي كي في دي اي الى اف. هاي ان شاء الله راح اوضح لكم اياها من اخذ المثال. هاي الطريقة فهسه الـ L equivalent قانونها اللي تحفظونه هو K في D equivalent إلى F، D المكافئ إلى F اللي هو أخذه من معادلة دارسي وايزباك. هاي هي فيما يتعلق مكان ما أجي أحسب كل واحد ستة من الـ minor losses أقدر أعوض عنه بـ L equivalent طول مكافئ. هذا فيما يتعلق بالشرح مالتنا. هسه راح نجي ناخذ أمثلة. Water flows from a large reservoir to a small one through a 5 centimeter diameter cast iron pipe system as shown in figure below. Determine the elevation Z for the flow rate of 6 liter per second when mu equal 1.307 مضروبة بعشرة أس ناقص ثلاثة ومعامل E معامل الخشونة أو E بونت 2.6. شوفوا بعض الأحيان إذا ما أعطيكم قيمة E أكو جداول، أكو جداول بيها كل أنبوب مثلا أنبوب غاس آيرن، غاس آيرن هذا الأنبوب هي بعدين يبدي ينزل بصورة عمودية ويكمل إلى أن يصب بخزان ثاني. أريد شقد مقدار الارتفاع زت. طبعاً شنو مطيتكم هنائي، بس أكو بعض الأحيان أكو عندنا جداول كل أنبوب مين مصنوع شقد قيمة إيه. فمثلاً القس آيرين أكو جداول موجود بها شقد قيمة إيه. هنا أنا عندي الأنبوب من الحديد الصب قيمة الإيه مطيتكمها بون 26، أو عندي طول الأنبوب الرئيسي الطول الأفقي منها لهنا 80 وطول العمودي 9. أريد شقد مقدار قيمة زت. فش رح نجي؟ رح نجي نطبق معادلة الطاقة ما بين نقطة رقم 1 نقطة رقم 2 وآخذ الداتم ويمر بالنهاية الخزان اللي هو هذا الداتم. فش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي B1 over gamma زائد Z1 زائد V1 square over 2G خلصت نقطة رقم 1 تساوي لنا B2 over gamma زائد Z2 زائد V2 square over 2G. هسه بعد منا ورايح راح نكتب الخسائر الرئيسية وخسائر كنا نكتب بس head loss. هالمرة راح نكتب الخسائر head loss major والhead loss minor، هاي اثنين نجي نحتاج نحسبهن. فنجي للخزان الرئيسي مقدار الضغط مدام معرض للضغط الجوي قيمته تساوي صفر. Z1 أنا أريدها لأن هاي هنا ما أخذ الداتا. V1 square over 2G تساوي صفر لأن خزان مفتوح. أجي الخزان رقم 2 هم سطح حر قيمة الضغط تساوي صفر. Z2 الارتفاع مع النقطة رقم 2 من هنا مطيتكم إياها 4. شحنة السرعة تساوي صفر. شنو زائد الهيدلوس مال الميجر والماينر. فصار عندي معادلة شنو بيها؟ بيها Z1 مجهول وبيها الهيد لوس الميجر مجهول والماينر مجهول. اول شيء راح اجي اطلع مقدار الهيد لوس الخسائر الرئيسيه. الهيد لوس راح يساوي لنا اف في ال اوفر دي في في سكوير اوفر 2 جي. ممكن
فاض هذا جيت فاض أما هكي أمثلة أو هكي أمثلة أو أمثلة على حرفين جيت مطيكم قيمة كي ما تلقيت فاض وهنا عندي الأوتليت أو الإلزت فش راح يصير عندي الماينر لوسز هيد لوس بالإنترنس زائد اثنين من الهيد لوس مال الإلبو زائد الهيد لوس مال الجيت فاض زائد الهيد لوس مال الإلزت الهيد لوس الماينر قلنا الانترست مدام ما معطيتكم نوع الانترست ايش قد تعوضون قيمة K 1.5 في V square over 2G 2 K مال الالبو معطيتكم اياه في V square over 2G زائد الهيد لوس مال الجيد فاف هم معطيتكم اياه زائد الهيد لوس مال الK مال الاكزت واحد هسه شنو احتاج احتاج اطلع الV الV انا مطلعت 3.06 اعوض الK مال الانترست 1.5 الكي مالت الالبو 2 في بونت 3 بونت 6 الكي مال جيد فاض انا معطيكم اياه بونت 15 زائد الكي مال اوتليت 1 في 3 بونت 06 شوفوا طلعت الخسائر الطفيفه 1 شوفوا قارنوا هاي خسائر رئيسيه وهاي خسائر طفيفه شوفوا الخسائر الرئيسيه جت قيمتها 27 متر بينما الخسائر الطفيفه قيمتها متر 1 لهذا سموها طفيفه ليش لان هي قيمتها قليله هسه شنو بقالي ارجع للمعادله الرئيسيه مالتي الزيت 1 مجهوله الهيد لوس الميجر طلعته والهيد لوس الماينر طلعته شنو يبقالي يبقالي مجهول بس زيت اللي طلعت لي مقدار منسوب الماء بالخزانه الرئيسيه هو 32.254 هذا هو حل السؤال مفهوم مفهوم فاطمه عدنان فاطمه فاطمة عدنان أحمد حميد أحمد حميد أحمد حميد عامر زهير عامر نعم دكتور هذا مفهوم هسه نجي ناخذ مثال ثاني find the discharge through the pipeline هنا شنو المطلوب مطلوب كمية التصريف شون انفجر بلو اللزوجة الكلماتية مطيتكم إياه مطيتكم إياه إيه معناه شنو أريد تطبقون معادلة دارسي وايضا هذا عندي خزان رئيسي ورابطة بي أنبوب قطر الأنبوب 150 مليمتر ورابطة هنا البو هذا البو وهذا البو ومنها عندي أنبوب بس هنا شنو يصب يصب بجد يعني ما عندي هنا خسائر بالأنبوب ليش لأن أنا ما عندي تخصر أو انتقال أنبوب يعني ما عندي أوتليت هنا مش راح يصير نطبق برنولي أريد قد كمية التصريف الموجودة داخل هذا الأنبوب الرئيسي ومنطيتكم هذا كل واحد قد قيمة الكي مالتي مالتي الإلبو بونت 3 ومالتي الجلوبال فالف كي تساوي بونت 10 العفو فنطبق برنولي ما بين نقطة رقم واحد والجت وناخذ الداتا ويمر بالجت فباي ابلاي انرجي اكويشن ما بين نقطة رقم واحد والجت وناخذ الداتا بالجت ايش راح يصير عندي؟ هنا أنا عندي بي 1 اوفر جاما سطح مفتوح صفر ارتفاع الماي من نقطة رقم واحد الى جت انا معطيكم اياها 10 متر شحنة السرعة تساوي صفر خلصت هذا الطرف أجي للطرف الثاني اللي هو جد جد عندي سطح مفتوح الضغط يساوي صفر الزد تساوي صفر بقالي بس سرعة الجد بعد شنو عندي هيد لوس ماينر وماينر بعد كل معادلة أكتب هيد لوس ماينر هيد لوس ماينر فشنو صار عندي صار عندي هسه أحتاج أطلع سرعة الجد وأطلع الهيد لوس الماينر والماينر الهيد لوس الماينر شو يساوي إن F في L over D في V square over 2G كمية التصريف بالأنبوب الرئيسي هي نفسها كمية التصريف بالجت فQ مالتي البايب هي نفسها Q مالتي جت V مالتي البايب في V مالتي جت فنجي نطلع الهيد لوس الماينر F في L over D في V square over 2G نطلع طول الأنبوب طول الأنبوب منها اللي هنا 30 ومنها اللي هنا 12 ومنها اللي هنا 60 نقول 30 زائد 12 زائد 60 طلعنا طول الأنبوب الدايميتر مال الأنبوب 150 ملم أقسمه على 1000
فشنو صار عندي؟ طول الأنبوب 30 زائد 60 زائد 12 كل الطول العمودي والأفقي أجمع. الدايمتر 150 في V مالتي جت. طلعنا معادلة بها F بها V of jet. بعد هسه أجي للماينر لوسز. الماينر لوسز مين يجيني الهيد لوس؟ أول شيء من الانترنس. وبعد شنو عندي الإلبو اثنين. وعندي جلوبال فالف. فشنو نكتبها؟ الهيد لوس مال الانترنس زائد اثنين هيد لوس مال الإلبو زائد هيد لوس مال الفالف. هم تكون 0.5 من V مال تجت تربيع زائد اثنين. طلعنا كل هالمعادلات بدلالة V جت ول. هسه شنو عندي؟ صار عندي ثلاث معادلات. أول معادلة اللي هي هاي المعادلة رقم واحد V مالتي جيت إلى 2G زائد هيت لو دوس ماجر زائد الماينر تساوي 10. ومعادلة ثانية من الماجر 680 LF في V of J إلى 2G. ومعادلة ثالثة بها الهيت لوس ماينر مجهول بها V مالتي جيت. أجي هاي المعادلة بها مجهولين يعني بها F مجهول وبها V of J مجهول. قلنا أخذنا بالمحاضرات السابقة أول ما أبدي أفرض قيمة F. فرضية قيمة F من بونت O2 إلى بونت O3 أي قيمة بيناتهم. هنا أنا شنو جاية فرضة؟ فرضتها بونت O3. من فرضت بونت F بونت O3 أرجع المعادلة هاي المعادلة أطلع V of jet. منا من فرضنا F أقدر أطلع ال V of jet اللي هي شنو عندي Q ساوينا ال area في V. طلعنا شنو عندي؟ طلعنا ال V of jet. ليش؟ لأن هنا صار عندي معادلة شوفوا 10 V of jet إلى 2J 12.8 زائد 680 F. فرضت هاي ال F شنو طلع لي؟ طلع لي مجهول بس V of jet. طلعنا V of jet 2.454. مدام طلعنا السرعة أقدر أطلع رينولد. طلعت لي رقم رينولد 3.64. E over D معلومة. أروح المخططات مو دي دايجرام. طلعنا F تساوي 0.023. أريد أشوف هاي القيمة المفروضة إيش قد نسبة فرقها عن القيمة طلعت لي. أجي أقول 0.23 ناقصا 0.03 إلى 0.3 في 100 طلعت لي 23.33% أكبر من 5%. فهاي القيمة غير صحيحة. يا قيمة هسه أجي أخذ هاي القيمة أقول القيمة هسه 0.23 أرجع المعادلة هاي أطلع V of jet. طلعنا V of jet 2.659 أطلع رينول جديدة و E over D ما تتغير. طلعنا من مودي دايجرام طلعت لنا مقدار F new bond 0.229. أجي شنو أسوي؟ أطلع نسبة الفرق بيناتهم هاي القيمة عن هاي القيمة على هاي القيمة. طلعت لنا في 100 طلعت لنا بونت 4.35 أقل من 5% معناه القيمة الفرضتها صحيحة. ويا V مال جيت هاي ال V أحتاجها. أنا بالحقيقة ما رايدة ال V رايدة Q. كيو شنو تساوي إن الأريا في V. طلعنا الأريا ال V وعدنا الأريا طلعنا Q مالتي جت. هاي هي الطريقة شلون أجي إذا عندي ماجر وماينر لوسز. مفهوم؟ أكو سؤال؟ أكو شيء تردون أعيده؟ طلابنا أكو سؤال؟ منو عنده سؤال؟ أكو سؤال؟ لا دكتورة ماكو سؤال. ماكو سؤال؟ هسه نجي نكمل المحاضرة. نجي نكمل المحاضرة مالتنا. إذا ما عندكم سؤال. زين تردون اليوم نمتحن؟ مدام أنتم مضبطين. أشوف أستاذ على غير يوم أحسن. يعني تردون على غير يوم؟ يعني أنا على مود يعني ليش تتراكم عليكم المادة وجاية امتحاناتكم؟ عرفتوا يمتى تاريخ امتحاناتكم الفصلية؟ عارضة؟ أي فأنا يعني أقدر أمتحنكم هذا السبوع والأسبوع الورا. بس فقط أقدر أمتحنكم أسبوعين هذا الأسبوع والأسبوع الورا.
والباقيين يعني راح تصير عندكم امتحانات فصلية. هسه ندخل امتحان نصف ساعة. شنو طبيعة الامتحان؟ هو سهل الامتحان كلش بسيط. امتحان كلش بسيط ندخل به على مود تلمونكم كم درجة تفيدكم بالسعي. يعني شلون سؤال وينزل وشلون؟ السؤال لا مو امتحان شفهي، امتحان شفهي ما راح الحق واليوم النت مو زين. امتحان بالورقه والدزوليا المعرف مالتي مال التليجرام. هسه يلا راح نبدي انطيكم السؤال اللي راح نبدي. يعني هسه تقريبا 7 نفرات ما موجودين نقص. هسه انا عندي 21 و7 عندي 30 داخل بالقاعه يعني بالميت. وانا ما ضامن الاسبوع الثاني اذا ننزل لو مو زين، انا ما انشي على مودكم. هسه خل اخذ حضوركم واشوف شلون رقمها ويا الامتحان، خل اشوف منو ما داخل. اخلاص قيس، اخلاص اخلاص قيس. ايمان طاهر، ايمان ايمان طاهر موجودة؟ إيمان موجودة. إيمان طاهر موجودة. أحمد حسن. نعم أحمد حسن موجود. أي موجود. أحمد حميد. أحمد نعم. حميد نعم ست موجود. أماني أسعد. نعم دكتورة موجودة. أماني موجودة. آيات مهدي. آيات مهدي. آيات مهدي. آيات مهدي غياب. آية عبد النبي. نعم. آية عبد النبي. بتول أسعد. نعم دكتورة. حازم سلمان هذا أصلا ما يداوم. حنين هاشم. حنين نعم دكتورة. داود سالم. داود داود سالم. داود نعم دكتورة. نعم دكتورة. رضا رضا أكرم. نعم. رضا أكرم. نعم. رضا معد. رضا معد. نعم. نعم. زهراء حيدر. زهراء حيدر. زهراء. زهراء محمد. نعم دكتورة. زينب عبد الرضا. نعم دكتورة. سجاد بهاء. نعم دكتورة. شرف الدين. نعم دكتورة. شهد قصي. نعم دكتورة. شهد. عامر زهير. نعم. عبد الله. عبد الله ناصر. عبد الله ناصر غياب. عبد المجيد. نعم دكتورة. علي نعم. حميد. علي حميد. نعم دكتورة. علي رياض. علي رياض. علي رياض غياب. فاطمة سعيد. فاطمة سعيد. نعم دكتورة. فاطمة عبد الزهرة. فاطمة عبد الزهرة. فاطمة عبد الزهرة غياب. فاطمة عدنان. نعم دكتورة. كرار حيدر. كرار حيدر غياب. كرار عمار. نعم دكتورة. كوثر علي. كوثر علي. محمد حسنين. محمد حسنين. محمد خلف. ما خالف. محمد خلف هذا ما يداوم. محمد عباس. محمد عباس. نعم.